نظم حزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا حاشدا في الوادي الجديد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. هذا وحضر المؤتمر عدد كبير من قيادات المجتمع المدني والأحزاب وجموع غفيرة من المواطنين من كافة قرى ومراكز المحافظة. احنا النهاردة في مؤتمر شعب كبير بينزمه حزب مستقبل وطن لتأييد ودعم وانتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، وذلك لأهداف عديدة أهمها الأمن والأمان والاستقرار ودعم الأمن المصري والعربي ولتحقيق التنمية المستدامة والشاملة ورؤية مصر 2030 نحو مستقبل أفضل. احنا النهاردة بصدد المؤتمر الرئيسي لحزب مستقبل الوطن أحد الأحزاب الرئيسية في الحملة الرسمية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكر هنا قيادات حزب مستقبل الوطن وكل الكيانات اللي بتؤيد وترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي. التطور اللي حصل في الصناعة والتجارة والزراعة خلى الناس كلها فعلا جاية تقول فعلا احنا محتاجينه، عايزينه جنبنا، عايزينه معانا أب لينا. بجد ألف ألف مبروك لكل الحشود اللي جت تناشد وتقول تحيا مصر وبتدي صوتها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا بدعم كل الدعم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حبيبنا وحبيب الشعب للعديد من الإنجازات اللي سيادته حققها لنا في الفترة الأخيرة، وخاصة إن هو مكننا إحنا الفتيات والشابات في إن إحنا نتمكن من القيادة. وشرفني جدا إن أنا كنت من خريجة أكاديمية ناصر العسكري، لأكيد في الوقت ده احنا كان بالنسبة لنا انجاز عظيم يا ريس ان احنا نخش هذا الصرح العظيم. عندنا ملحمة وطنية، ملحمة كلها تأييد وحالة من الحب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس اللي مؤمن جدا بمحافظتنا، هذه المحافظة الواعدة الشابة، المحافظة اللي تنفذ فيها أكبر قدر من القرارات الرئاسية في خلال العشر سنوات اللي فاتت اتنفذت كلها بالكامل، المحافظة اللي شهدت العديد من الإنجازات واسمح لي أقول عليها إعجازات داخل هذه المحافظة الواعدة. نسعد بالحشد الجماهيري الكبير اللي النهاردة جاي بيقول لسيادة الرئيس داعمين ومؤيدين لترشيح سيادته لفترة رئاسية قادمة بإذن الله تعالى للجمهورية الجديدة، للعطاء للإنجازات للإعجازات اللي بتتم على أرض مصر. النهاردة بنقول لسيادة الرئيس كل محافظة الوادي الجديد، كل شعب مصر وراء سيادتك مؤيدين وداعمين لانتخاب سيادتك لما تقدمه من إنجازات.